السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ مسوين فيصل فصل اصل معاكم اليوم وياب لكم سكايروم على واحد من شباب. نزلنا سكايروم ومثل ما تشوفون الحين هاي مرحله اني اتحول ذيب، لازم تحول ذيب بعدك، شي مشكله؟ very well. يا بذبحه حين يعني الدم طلع منه. اوكي يا يلا يا اشرب الدم يا ولد. احنا عندنا طول المشكله. انا سكايروم احلى لعبه طبعا، يعني احلى لعبه السنه سكايروم. واو شو يصير؟ اتحكم بالثعلب ويزيد. يا شو انزين؟ ما يصير ذيب، شنو هذا؟ اذبح هذا؟ يلا. شنو هذا؟ يا وانا الحين جرب طقوني. السلام عليكم. تعال شو خلاني وخلاني يا يا شنو هذا؟ صار ما صار شيء، ما فهمت شيء. يا والله مشكلة، ما فهمت شيء. المهم شو يصير الصخ اللاعب؟ شو يصير الصخ؟ يا ايه بطل بطل خلال البلدس. شو هذا بطل؟ شوف 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 There's a pack of werewolf hunters camped nearby at Gallop. شو انا بدل هدومي يا اخي؟ شنو هذا؟ We're going to slaughter them. All of them. Lead on. Skior's already scouted. تبينا نذبح مجموعة من هناك شيء كذي. ذبح ناس وطقهم كذي. اوكي بس خلنا نلبس. عنده هدوم واحدة ولا لا؟ شوف. يا شو؟ عندي اغراض بعد. حب البس انا. يزيد السحر بسرعة. خاتم، قناع. توتي ضد النار. سوس معي، قفاز معي، شو اسمه هذا؟ ميدالية. ايوه تي انا مضبوط. يلا روح نطقهم. منو؟ حنطق شباب الحين من هناك. هذول؟ يلا نطقهم مو مشكلة. لا غلطان بوكسات. تعال منو؟ سوليد لاعب قوي، الليفل يمكن شيء 35 36، ف انا وايد سهل عليه. صار طق بدلنا. خلنا ماكو احد نطق منه. جتكم بس شنو هذا؟ هناك اوكي هاي. Are you prepared to die? يلا زين. شو السالفة سهلة تعال. ايش داخل الحين يلا.
ايه ديش داخل شوف شو صار. ايه بقول لكم شيء انا على الكافري. ايوه بنزل لعبه تختيم حق لعبه او مرحله مرحلتين عادي كيكم حق لعبه فايتنج فورس هي ابطال الشوارع او كراش او توي ستوري 2 على البلاي ستيشن 1 كلهم موجودين على البلاي ستيشن ستور. فنزل واحده منهم نلعبها نجرب. انا خاطب فايتنج فورس ابطال الشوارع عجيبه. فقولوا لي اي لعبه تبون فايتنج فورس ولا كراش ولا شنو هذا. خليك خلينا نحط سلاح هذا. اوكي قولوا لي اي لعبه تبون. اوكي look at this cowards must have blocked the place. هذا واحد من غبي هذا. اوكي هذا واحد من غبي تو شايف الفيديو عرفت شلون. يلا وينهم؟ اكو وحش جليد اطلع اكو هذا وحش جليد مالي هذا الجلد الغبي شو اسوي انا؟ موت اي مع ان هذا من يحاكي المهم هذا يا طاقين واحد من 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 قبيلتنا. شوف هذا من قبيلتنا قبيله اللي شيء يتحول الذئاب شيء كذي. يا والله انكم تدفعون فادا سايد هاي ما بطل لانه من الصف الثاني نشوف دخلة ثانية شيء كيب موفن وير يا هذا لو يختفي وايد احسن سوي له زحمة هني بطل هذا بس عندي شيلد اقوى منه ما اصلا ما احب الشيلد ما استخدمه ما ماخذه ولا ناخذه احتياط نحتاجنا شيء شكله حلو هو ها سمعت صوت ليش طلعت هذا انا؟ صار بالغلط طلعت هذا البلية امشي امشي لك عباله واه دي بالك بسل بسل لا بسل البسيط مثل جير سوليد شوف شوف يا الله حدي ماي يطع دوج دوج ما شافني ما شافني ما شافني ها يلا كا هاك ما شفت عالي ثاني ما شفت عالي احوض موت موت لا طقهم طقهم انت شوف وظيفتك معكم 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 قوي هذا يا 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 هذا شو الحاش طق اي طقهم طقهم انا اسات طقهم يا ولا 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 اثر فيهم قبل خل نحط خل نحط خل نحط اللبس مالي اللي لبس حق الهوشات ولا كلاب اعلمكم هنا اعلمهم وانا فعليك بس وين 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 السيف مالي ابي هذا وشنو بعد؟ ايه فاست هيلينج وين احسن؟ استعارة استعارة لا لا ولك لا لا ما موت ما موت وايد وايد يابا طق معاي ما تلون وخاف هاي بلي يا بصيف عود هذا
حلو بس ماتوا ماتوا وحش او وحشة حبيبي تعالوا دقيقة ايش كسوي انا ايه بحط شاوت دقيقة بس احسن شاوت هذي احسن شاوت صاخ ما ادري ايوه بس اطلع طقهم هذا دراجون بون هذا الحين طقهم طق لي اني هذا شوفوا واش ايش هذا جات ايش طيرهم طير وحش هذا اوك 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 طقهم انت شو اسوي افا افا شايب هذا اللي شايب ما هذا اك 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 ايه وحش والله انا لي ليه هذا ايه ايش يسوي هاي طبعا ما لها فايدة وجودها مثل عدم دماغكم مدوسون على فخ على شيء مو والله طعش كذا ذبحوا منه شوف هذا يعني من قبيلتنا يمكن ولا شيء شنو هذا؟ صمون اخ صمون What was that? انا ذات تعالي غلط ما ادري اخي خلاص طقع يا طق البادي ماكو بادي بس هي اخي اخي خلينا نتصرف احنا قاعدين والله عند الكاميرا شوي احنا نتصرف مو اخي شنو هذا كتاب ما ندري اخشى بس خلاص اي هاي ما حي هذا اوكي شو ودي منك وين ودي؟ اوكي حل بس في خوش حالنا ناخذ هذا هذا كل اشياء حق هاي سول اي لا ما ابي السول ما ابي جلاس ما شنو عادي مو بوقات بوق من حرامية عادي لا تخافين انت تطبين بال افا وقعت وحش او وحش هذي سهم الله وهذا قوي هذا زعيم خلنا الزعيم اخ دم اكل اطلع سلاح السوق الحين السلاح ما استخدمه الا اذا انطقيت كذي يعني هذا؟ ما لا مو هذا سول عطى سول عطى سول ما حطه سول صغير حطه تعال اشويك اني انا تعال جحيم هني جحيم تعال وانا طقهم يكون شايب اللي هي يا هذا وحش هذا شايب لا شو هذا شو انا شو يعني خذ الزعيم وات الزعيم شنو هذا خنفت الزعيم ايش
مش عنده. عايزه فلوس الدرع ماله درع احسن. مشكور يا شو اسمك انت. ها شو نسوي الحين؟ بس خلاص صندوق هذا يعني ناخذه. اوكي 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 ناخذه اذا بطل شغله ولا شيء يفيدنا. ما نبي هذا. The bastards. Somehow they managed to kill Skior. He was one of the strongest we had. But numbers can overwhelm. He should not have come without a shield, brother. Get out of here. I'm going to make sure we got the last of them and see if there's any information to be gotten from the bodies. You and I have work to do. The silver hand will tremble. خلاص نه؟ يا. هذا اختوه. All right then. خلاص المهم اذبحوا صاحبنا اللي نساعده اكفاله يعني. خلاص المهمة طول انت توصل لنا ربع ساعة تقريبا. هاك الباب. اح 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 ايوه من ياكل الفاض. anyway اح يا حد اشتري انت. خلصنا. اح اح ما خلصنا في شيء شغال هذا. دقيقة 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 فاجأني ماني ما ادري. دقيقة حطني هذا تعال. جد هاي الفاس صار لي اقول لك. هاي شوف بالنار اول شيء مكان يمشون بالنار هاي يمشون بالنار ويحتاجون. المهم ماني ما نطلع هذا احنا خالصين معنا نطلع بس. ما طلع ايوه هذا ما كانت صعبة يعني مو وايد عادي. صرنا 18 دقيقة اقل اقل من دقيقة. نلعب شوية مليته؟ لا نلعب شوية بعد. يلا يا هاي المهم هذي ما احب اقعد بالثلج انا كذي. لا في بعد مكان اذا واحد تو شفته انا اي من هناك كهفي. هذا الكهف ما غلي ان شاء الله بس نوصل عنده. كيف معايا كافي اليوم كيف وايد طويل. شنو هذا؟ هاي البحيرة هذا العناكب ما شو اسمه قب قب. شنو في بوتيتو بطاط يا يعني. هذا كان كل شيء عند اليوم. اتمنى يكون الفيديو نال اعجابكم. ما راح ندخل الكهف هذا الحلقه الجايه راح اطفيها بس سيف خلاص بدخل الكهف الحلقه الجايه. او تبون نطق جاينت ولا شيء قولوا لي كيفكم. تنين ما ادري وين حصل تنين يعني ذبحتهم كلهم انا ما ادري شو. بس خلاص هذا كان كل عند اليوم مع ظلمه. شوفوا ظلمه اي وين وي. هذا كان كل عند اليوم. اتمنى يكون الفيديو نال اعجابكم مره ثانيه نخالف. قولوا لي رايكم تاكدوا قولوا لي ان شو سويت لما يعني اختم اي لعبه. شو هذي توني اختم اي لعبه شو يسمونها ابطال الشوارع ولا كراش ولا توي ستوري عشان يعني قولوا لي رايكم بالكومنت. شنو تبين؟
يعاون ما يعرف شو طقم طقم ما يفهم كلام خايف عشان هذا قولي شو تبون ننزل تاي ستوري ولا هذا مو ما تبون كتب شيء بالكامل أنا عارف أنا ما ألف منكم بس كان كل عندي هذا بحذار ونهي حلقة ذبحهم هذا anyway ذبحهم سلاح غريب شوية دقيقة طلع عصاية في عندي سول ما عندي سول انطقهم بسهم انا ما هذا اللي خلاص خلني هذا كيف حق حق لي يا اتول حق لي يا الكيف خلاص يا سلام كنت طولت وايد انا يا سلام طيب كابتن ماجد شكو كله كابتن ماجد هذا طيب